بخصوص التغطية الصحية، موضوع ديال التغطية الصحية هو موضوع سهل وواضح جدا. هذا النظام ديال التغطية الصحية أولا في البناء ديالو تعتمد على التضامن بين واحد المجموعة ديال الفئات المجتمعية. قلنا كانت واحد 11 مليون كانت عندها التغطية الصحية، الحكومة جابت له 11 مليون عبر المهن الجديدة، المهن لي بلومبيي، سائقي الطاكسيات، عبر داك 28 مرسوم اللي كنا في كل مره هنا في الندوه الصحفيه كنجيو نتكلموا عليهم، بما فيهم الصحفيين، بما فيهم الرياضيين، بما فيهم الفنانه، بما فيهم سائقي الطاكسيات، بما فيهم الفلاحه، بما فيهم الصناع التقليديين، كل هذه الفئات هذه 11. بقات واحد 11 او لا اقل شويه، هي الناس اللي عندهم الرميد. الناس اللي عندهم الرميد تتكلف بهم الدوله او الحكومه، تتكلف باداء، باش نفهموا مزيان العمليه كيف تتم. 11 الاولى هادو ناس الذين يؤدون على انفسهم بشكل مشترك، هما الناس اللي كيشتغلوا معاهم. الناس اللي جاوا الان هاد المهن اللي تكلمت عليهم، المهن الحره اللي كنسميهم تي ان اس، لي ترافايور نون سالاري، هادو تيؤديو، ولكن تيؤديو على واحد النمط ديال التضامن. شي واحد كيؤدي شويه حسب الدخل ديالو، اللي عنده دخل شي شويه اكبر تيؤدي شي شويه. وطبعا باش نحافظوا على هذه الاستدامه ديال هاد الحمايه الاجتماعيه، لي راميديست ما تيأديوش بالمطلق، تيأديوش تريال. هاد الناس اللي كان عندهم الرميد لا يؤدون اي شيء، تيستافدوا من المجانيه في المستشفيات العموميه، وتيستافدوا بحالهم بحال نفس الاجراء، وبحالهم بحال نفس المهنيين من القطاعي الخاص، والحكومه تؤدي في مكانهم. وانا عندي واحد المجموعه ديال المعطيات اللي يمكن نقدم حول تقدم ديال هذا الورش ديال الحمايه الاجتماعيه. اذا هذا الورش ديال الحمايه الاجتماعيه كيف ما سبق لي وقلت غير ما مره، في ظرف سنه تمكنت الحكومه من تحقيق هذه النتائج اللي الان غادي نقدم. اذا انتقل العدد الاجمالي للمؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 7.8 مليون فرد الى ازيد من 23.2 مليون فرد من المواطنين. ارتفاع عدد المستفيدين من الخدمات الضمان الاجتماعي، حيث بلغت ملفات العلاج الخاصه بفئه العاملين غير الاجراء، هذو اللي التحقوا جداد، برسم سنه 2022 حوالي 642700 ملف، كلها تم يعني تقديمها. وتجاوزت عدد الملفات الخاصه بالعلاج امتضامون، الناس اللي كانوا في الراميد ولاو في امو تضامن، برسم شهر دجنبر فقط 53400 ملف، اضافه الى 582524 عمليه استقبال من المستشفيات العموميه. دونك كاينه المجانيه في المستشفيات العموميه، في نفس الوقت يستفيدون من هذا. ظلت الحكومه حريصه على تطوير الجوانب المتعلقه بتدبير الحكمه، وهنا هاد الامور كلها راه سبق وانني تكلمت عليها. بعض الاشكالات اللي كتظهر حول واش الناس باقي كانوا في وضعيه سليمه في الراميد ولا لا، هذه اشكالات اللي كتظهر، واعطينا معلومات حول لو سيت انترنيت اللي خصهم يمشيو ليه، او الرقم ديال الهاتف اللي خصهم يتصلوا به باش يسويو الوضعيات ديالهم. لانه الان هذه العمليه الان اللي كتقدم بشكل تدرجي، الان تنعرفوا كل واحد في المكان ديالو شكون اللي في المهن، شكون اللي هذا، ولا كانت شي اشكالات اللي مرتبطه هذا، ما عليه الا انه يمشي يشوف الوضعيه ديالو في هاد لو سيت اللي قدمت او لهاد رقم الهاتف. بخصوص فرصه، قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هاد الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.